مرحبا يا هلا والله. إذا بتسأل نفسك ليش مش عارف تخلص من إدمان الإباحية أو الهوس الجنسي أو تعدد العلاقات، جاي أحكي لك إنه هاي مشكلة منتشرة عند كثير من الشباب. بس اليوم راح نشرح إيش اللي بيصير داخل دماغك وكيف تكونت هاي المشكلة، وأهم إشي كيف تشتغل على حلها. أكيد حلها مش راح يجي بسهولة، أكيد أنت عشان تغير طريقة تفكيرك وتشوف الحياة بطريقة ثانية مش راح يجي الحل بسهولة، لكن الحل موجود. فخلينا في البداية نشرح أصلاً إيش اللي صار على مستوى الدماغ عندك عشان إحنا نعرف نعيد تشغيله أو نعيد نشتغل معه. أكثر إشي بواجه الناس والشباب، وأنا كنت واحد منهم في هاي المرحلة أو في هذا التفكير، إنه بحس إنه مستحيل يطلع من هاي المشكلة. يعني بحس إنه الشهوة هاي الجنسية أو الرغبة الجنسية اللي عنده بالفطرة، فكيف بدي أتخلص منها أو كيف بدي يعني أعيد برمجتها؟ فأنا معاك في جزئية واحدة ومش معاك في الجزئية الثانية، راح تفهم اليوم إن هذه الجزئية معاك في جزئية إنه إحنا عنا رغبة جنسية، بس اللي مش معاك في الجزئية إنه لازم تعرف إنه صار عندك اضطراب في الرغبة الجنسية، أو أنا ما سويته بالهوس الجنسي. اضطراب الرغبة الجنسية هو إنه أنت مفهوم الجنس بالنسبة لك بتغير، فبتصير أنت تحب أشياء مش صحية لإلك. يعني حتى بعد ما تمارسها، لو فكرت تمارسها زي اللي بتشوفها بالأفلام، لو فكرت تمارسها مش راح تشبع أو مش راح تحس بالشبع، أو يعني نسميها مش راح تشبع الرغبة الجنسية عندك بشكل صحي، حتصير بدك كمان وكمان وكمان. عشان هيك بتلاقي معظم الشباب يدخلوا في العنف، يدخلوا في الشذوذ، يدخلوا في ثريسام جروب، بصير يتفرجوا على أشياء حتى ممكن توصل لشذوذ مع الحيوانات. إيش اللي بصير وليش تضطرب الرغبة؟ اليوم جايينكم بالتفاصيل. طبعاً اليوم جايينكم بالتفاصيل نتكلم عن كيف نتعامل مع اضطراب الرغبة، الهوس الجنسي، كل هذا على مستوى الدماغ وعلى البرمجة العقلية. طبعاً الجدير بالذكر هون إنه أنا استفدت من هذا، يعني الجلسة هذه استفدتها وهذا التفصيل وهذا الشرح استفدته من دكتور يوسف مسلم. دكتور يوسف مسلم طبعا هو موجود في الأردن وعنده عيادة طبعا هناك اسمها كلمة، وعنده عيادة الآن اسمها مود. دكتور جدا رائع وما شاء الله عنده علم غزير، وهو حتى أسس لعلم سماه المنع النفسية، تمام، وعلم تاني سماه الأمن النفسية أو بارت منه. طبعا كلها تندرج تحت المفاهيم النفسية الإسلامية، تمام. كيف هو ربط إنه علم النفس بعد دراسته طبعا فتره طويله، حوالي طبعا اثر اتوقع دارس ومارس ممكن 20 سنه او اكثر، 23 سنه، وربط هذا الموضوع واستفاد كمان من الباحثين اللي هو مثل دكتور مالك بدري، كمان عنده دكتور سوداني ما شاء الله متعمق في هذه الامور، بس كمان استفاد من ابن القيم الجوزيه اللي هو اسس لعلم النفس الاسلامي من قبل تقريبا 750 سنه. ايش راح نستفيد هون؟ بحكي لك المثل اذا عرف السبب بطل العجب. راح نتكلم كيف صارت المشكله اصلا من الاساس. خلينا نبدا. المشكلة صارت، خلينا نتكلم كيف بلش الموضوع عندك. أول إشي بلشت الموضوع كخاطر. كيف يعني خاطر؟ الخاطر هو قبل الفكرة، يعني قبل ما تدخل على دماغك في شغلة بتخطر على بالك زي هيك. أعطيك على سبيل المثال على مستوى مفهوم الجنس اللي تكلمنا عنه، إنه أنت مثلا إذا كنت أيام المدرسة بلغت جديد، ممكن مثلا شفت بنت حلوة في الشارع أو في أي مكان، وهذا مثال بسيط، خطر لك خاطر بسيط إنه مثلا هذه البنت أنا بدي إياها في شيء معين، أو يعني رغبة معينة، أو انجذبت لها، هذا يسمى خاطر، تمام؟ إذا الخاطر هذا تكرر، يعني هو بيكون زي لمحة، زي سناب، كيف لما تبعث سناب بعدين يفتح ويروح، هذا هو الخاطر في الدماغ، إذا بنشبهه زي تبع السناب شات. بس إذا هذا الخاطر تكرر بيصير فكرة، يعني مثلا خاطر ورا خاطر ورا خاطر. الفكرة شو يعني؟ هي أكثر من خاطر جلس جوا الدماغ. فأنت الآن موجودة عندك الفكرة، صارت موجودة لأنك أعطيتها أكثر من مرة، يعني خطرت عبالك بعدين جلست الآن في دماغك فصارت فكرة لحد الآن مفهوم. فأنت في حالتنا خطر لك خاطر مثلا زي ما حكينا عن موضوع هذا الجنس، فبعدين شلته من راسك. طبعا أنت تقدر هذا الخاطر ما تفكر فيه أو تشيله، يعني سواء تقول ما بدي أفكر فيه أو هذا سيء أو تفكير غبي أو ما بدي أصلا يخطر لي، تمام. بس إذا خطر لك وظلتك تفكر فيه أو خطر لك أكثر مرة وما عرفته، بصير فكرة بجلس جوه الدماغ. بعدين المشكلة لما تصير عندك الفكرة بيصير إلها تصورات، لأنه الفكرة لحالها ما راح تجلس في الدماغ، راح تبدأ تتصور، راح تتصور هذه البنت في بوزيشن معين، في شكل معين، في جسم معين. ما بندخل بالتفاصيل عشان ما نخرب الموضوع أو يعني نأثر على الشباب اللي بيتابعونا، بس خلينا نتكلم إنه إحنا يعني تصور بيجي بعد الفكرة، إنه أنت بتبلش ترسم خيالات في الدماغ، تمام. أول ما يصير في عندك تصور بيصير في عندك تذكر، فتصير عندك هذه الفكرة جوا الذاكرة بتزيد. بعدين لما يتكرر التصورات هذه جوا دماغك ويصير في تذكر لها، بيصير عندك إرادة. إرادة بسموه إرادة الفعل، إنه أنا بدي أعمل. هذا كله لسه إحنا في مرحلة الأفكار،
تمام. خلينا نعطي افكار عن الناس اللي بيجيهم مثلا افكار غريبه عن العنف. خلينا نقول العنف مثلا في الجنس، هذا نوع من انواع اضطراب الرغبه الجنسيه، تمام. وانا فتره يعني عانيت منه او مريت فيه، يعني فاهم يعني عن شو بتكلم. ما راح ادخل بتفاصيل كثير، بس راح اتكلم كيف الخطره ممكن تخطر لك. تكون انت بتحضر بسبب متابعتك لافلام الجنس او ممارستك حتى لها بشكل كبير، بطلت تشبعك، فبصير يخطر لك تعمل شيء جديد. فبخطر لك خاطر انه ليش ما انا مثلا زي هيك اقوم بعمليه تعنيف لهذه المرأة اللي بعمل معها الجنس أو اللي بشوفها، أو ليش ما أتفرج على إيش في عنف عشان أحس ممكن في قوتي، بغض النظر شو كان الإحساس اللي الداخل داخلي كنت ما تعرف معناه، بس خطر لك هاي الخاطر. إذا أنت قلت أعوذ بالله شو الحكي هذا، أو شو القرف هذا، شو كيف يخطر لي هذا الإشي، بتروح. أما يظل يخطر لك أكثر من مرة إنه أنا بدي أكون عنف، بدي أعمل مثلا بدي أضرب أو بدي أربط أو بدي إيش، طبعا في شيء معروف اسمه البي دي اس ام، في يعني حتى منتشر كثير في افلام الجنس، وبشكل عام في ناس طبقوه اصلا، يعني حتى برا في الغرب في جروبات لهم وقصص ما راح ادخل تفاصيلها. المهم خطر لك هذا الخاطر، فاذا خطر لك الخاطر وتكرر اكثر من مره، تمام، بيصير فكره، بيصير فكره، بتصير تفكر فيه، يعني موجود في دماغك. المشكله انك لما تبدا ترسم له تصورات، تمام، لما تبدا ترسم له تصورات هون بتصير عندك مشكله، انه بيصير يتخزن في الذاكره، فبصير تتخيل وبصير تفكر وبصير تفكر، بصير تروح بصير تيجي يعني يمين يسار. بعدين شو بصير معك؟ الآن أنت بيعلق في دماغك، بعد ما يعلق في دماغك بصير عندك إرادة الفعل، بصير بدك تعمله، بصير بدك تروح تدور، بدك تطبق. طبعاً فإذا كنت متزوج الله يعين زوجتك، إذا كنت مش متزوج بتصير بدك تعمل هذه الأشياء برا، بصير تفكر تدفع لحد فلوس أو تروح تجيب بروستيوت أو whatever، يعني بتصير تفكر. طبعا في ناس ما بينفذوا، هلا رح نيجي لهذا الموضوع. هذا الموضوع كله الآن داخل العقل، داخل الدماغ، بتبلش أول شيء في خاطر، الخاطر ما بتعرف تكون هو لسه زي سناب بيجي للدماغ، بس ما بتعرف من وين أجا، تمام، فجأة، تمام، أفكار تتخزن بعد ما تكرر الخواطر، بعدين بتبلش تنسجلها تصورات عن هذا العنف أو زي ما ذكرنا مثال، بعدين بصير تتذكرها دائما، بصير عندك إرادة بدي أسويها بدي أعمل. راح ننتقل لبعدين، حاولت أفصل بس الآن عشان تعرف كيف بلش. فمرات الإنسان بيكون قاعد زي ما هو حتى الدكتور يوسف سلم شرح، إنه أنت بتكون قاعد في الليل عم بتفكر فجأة هيك في إشي معين، فجأة بخطر لك خاطر ولا إله دخل في الموضوع. فإذا هذا الخاطر كان ضريتك تخطر لك أكثر من مرة تكرر وأنت ما عارضته في دماغك، يعني ما قلت له لا إنه أنت مش أنت غلط أو أنا ما بدي إياك أو أنت غير صحي لي، إذا ضليتك تفكر فيه أعطيته مجال يعني إنه يدخل جوا الأفكار، بصير فكرة، بعدين بتبلش ترسم له غصبا عنك تصورات وهاي، وبصير عندك بعدين تذكر، وبعدين بصير عندك إرادة، تمام؟ الآن راح ننتقل، ولسه إحنا راح نضيف إشي مهم جدا أصلا هون في موضوع أفلام الإباحية. مشكلتها الأساسية إنه بتنط عن الخواطر، بتنط عن الأفكار، تدخل على التصور. والمشكلة الأعمق والأسوأ إنه أنت التصورات مثلا في فيلم واحد جنسي، أو مثلا خليني أقول لك أنا مرة فكرت فيها، حاولت أحسبها، لو واحد بتفرج في اليوم ساعتين ثلاث على أفلام لمدة شهر بس، تعرف أول ما الشباب بلشوا يتفرجوا وإحنا كنا واحد منهم، كان يتفرج كثير الواحد، ممكن مش ساعتين، ثلاث ساعة في اليوم، خلينا لمدة شهر، أنت لاحظ إنه كيف ما في خواطر، ما في أفكار، صور 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 صور. طبعًا هي أصلاً الفيلم عبارة عن صور، ما بتلاقيها، بتلاقي مثلًا في كاميرات تصور 24 فريم بير سكند، يعني 24 صورة بير سكند، في منهم 30 صورة بير سكند، في منهم 60 صورة بير سكند. خلينا أنت في السكند الواحدة، في الثانية الواحدة ضرب 60 ضرب 60 يعني 3600، ونحن لسه كمان ضرب 60، يعني أنت في الثانية في 60، في عندك 60 ثانية في الدقيقة، في عندك 60 دقيقة في الساعة. 60 ضرب 60 ضرب 60 أنا ما حسبتهاش، بس راح يطلع رقم مخيف من جوا، تمام. لا أنت لو بتقارن، خلينا نحسبها، خلينا نحسبها 216 ألف صورة خلال ساعة. أنت متخيل لو إنسان كان عايش قبل 100 سنة اللي هو جدي وجدك، وفكر انه يتفرج على البنات، وفكر انه يعمل هذا الفعل، حيبدا يفكر، ما كان فيه صور، ما كان فيه رسمات، خيالات، حيتعب عشان يرسم التصورات، عشان يعمل تصورات 216 ألف ممكن يحتاج له على الاقل 10 سنين، مش راح يلحق، لانه مش راح يعني ممكن يتصور تصورين ثلاث بعدين خلص، ممكن يشوف واحده اثنتين في الشارع بعدين خلص، ممكن يروح مره على السوق يتفرج على كم من واحده خلص. بده يرغم نفسه يجلس فترات طويلة في الأسواق أو في الأماكن أو في البحر أو كذا، إذا كان في طبعاً هو في بلد فيها سباحة أو فيها بحر، عشان يقعد يتفرج ويتخيل خيالاته، وراح يأخذ منه ممكن يعني شهور أو سنوات عشان يتخيل يشوفه بسرعة. فأنت متخيل هالتصورات الآن المزروعة داخل دماغ، ما بالك بشخص تابع الإباحية مش شهر ولا شهرين، 10 سنوات 5 سنوات. عشان هيك أنت مهم جداً تفهم الموضوع عشان تعرف تفككه، رح نيجي نفهم كيف تفكر.
بس لاحظ كيف هاي التصورات الآن بنت داخل الدماغ، تمام؟ بنت الآن بسبب خيالات، هذا الإشي الطبيعي أصلاً للإنسان، بس أنت الآن نطيت عن خاطر الأفكار ودخلت على الموضوع. طبعاً هذا المثال أو هذا المكان سماه بيت الفكر، كان دكتور يوسف في بيت الفكر. الآن رح نيجي بيت الفكر والإرادة والعمل. الآن رح نيجي لموضوع الإرادة. بس لاحظ أن الخواطر هذه في مكان إحنا ما نعرف، ممكن في الروح، في العقل الباطن، في القلب زي ما يسموه عندنا في الدين. هنا هذا الدماغ أو هذا مربع العقل في أفكار، تذكر، تصورات، إرادة. الآن أنت تريد أن تفعل الفعل. خلينا ننتقل للي بعد شباب. أنت شو بصير معك الآن؟ شوف هذا المربع، الخواطر، الأفكار، صور، تذكر، إرادات، هذا مربع العقل. أنت الآن لما تنفذ وتعمل الفعل، شو اللي راح يصير معك؟ اللي راح يصير معك راح يتكون عندك عادة، وهاي هي المشكلة. تمام؟ خليني بس أضبط موضوع هذا عشان تلاحظ الموضوع أكثر. هون راح يصير عندك العادة، فهون العادة بتصير طلعت من العقل كمان صارت عادة. والمشكلة لما تفعل وتصير عادة بتتخزن أكثر وأكثر في الذاكرة وبتزيد أكثر وأكثر الإرادة. فالآن راح نيجي نتكلم عنها أكثر. بس لاحظ إذا ما نعمل، إذا أنت ما قدرت تعمله لسبب معين، مثلا خايف أو مش قادر أو ما عندك قدرة مادية أو ما عندك قدرة معنوية، مثلا زي شاب مش عارف إنه هو يروح يضبط بنات أو خايف، خاف من حرام برضه بدوش يطبق، يعني حسب شو المنطلق الدافع اللي عنده. الآن بتصير هذه أمنية من الأمنيات، إذا بتلاحظ فوق، إذا صارت أمنية من الأمنيات شهوة أو شهوة الشهوات، طبعا بعد فترة بتصير شهوة بنفسه يعملها بس مش قادر وبفكر بشهوة، بتصير مراد القلب. طبعا هذا زي ما حكينا، هذا كله الـ 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 يعني التفصيل هذا كله عمره تريس مسلم بالاعتماد كمان على شرح لابن القيم الجوزي قبل 750 سنة. ولاحظ أنه الشرح هذا دقيق جدا عشان تفهم أنت على مستوى الدماغ الأفكار تذكر تصورات الإرادة، على مستوى الفعل والعادة شو بتعمل. بس أهم شيء تعرف أنه حتى لو ما طبقت بصير عندك زي أمني شهوة وبتشيل مراد القلب. مراد القلب ممكن أفسرها أنا في علم النفس الحديث اللي هو عقل الباطن، بتصير أنت طالع نازل بس تفكر في هالموضوع. هذا هو اللي سميته الهوس الجنسي. طبعا عندنا في الدين يسموا القلب هو الروح، الروح والقلب هي واحد، طبعا هم نفس الاشي. او في العلم الجديد يسموه العقل الباطن اللي هو الاوتوماتيك، يعني ايش بتفكر فيه دائما 24 ساعة. فلاحظ حتى لو انت ما فعلته، بس المشكلة كمان احنا بنفعل العادة السرية، فبتثبت عندنا الصور والتذكرات وتزيد الارادات وبتصفي. طبعا هيك ولا هيك في عندنا امنيات شهوات ومراد القلب، يعني انت هيك ولا هيك راح تزيد عندك الخواطر وراح تصير عندك شهوات ومراد القلب حتى اذا ما نفذت، لانه انت مجرد تفكيرك فيها وارادتك حتى لو ما قدرت تنفذ. مع انه كل شاب بنفذ على الاقل العاده السريه، او بروح محل مساج، او بروح برستيوت، بروح بنام مع بنات بفلوس، او بكون مظبط بنات من بنت لبنت، او بتخيل تخيلات حتى عنيفه واشياء حتى مع الشخص الحلال او المرتبط معه. هذه الاشياء كلها بتصير بتاخذ مراد القلب اللي هو بتغطي على عقلك الباطن وروحك وبتفكر عليها، فبتصفي انت 24 ساعه تفكر في الموضوع. عشان هيك اصلا انت ما بتحس انه في شيء خطير. خلينا هون طبعا حطيت اسهم عشان نشرح اكثر الموضوع، هون بالتفصيل بيكون واضح اكثر. لاحظ انه هون انه كيف مثلا عندك تذكر وعندك اراده، العاده لما تتمارسها من عاده سريه او غيره تمارس الفعل بشكل عام بتزيد الارادات، بتزيد الارادات، بتزيد الارادات، وبتزيد عندك كمان التذكر، وبتزيد عندك معناته المراد القلب، فبصف هيك يعني كله بصب في كله. بس لاحظ البدايه عشان نشرحها عشان نحكي كيف نحلها. بتبلش بخاطر باخر الليل، بتكون انت زي ما حكى دكتور يوسف بتفكر بشيء، او زي ما حكيت لك انا مثال اعطيك اياه، فجاه بخطر لك شيء من كثر ما انت زهقان او من كثر ما مارست مثلا. عشان هيك بتلاقي الشخص ما بيشبع، بيمارس جنس او بيتفرج على مثلا فيلم سكس، بصير بده كمان بده كمان، بصير تخطر له خواطر، بصير يفكر فيها بعدين يشلها تصورات وبالخياله. بس كمان المشكله زي ما حكيت لك انت، هون عندنا الافلام بتنط من الخاطر والافكار على التصورات، وبتسلخك مليون صوره مثلا في الشهر، انت ملايين الصور بتشوفها بدون ما تحس على حالك. إذا بتتابع أفلام لمدة ساعة في اليوم، حكينا في اليوم 216 صورة، فخلال أيام بتكون مليون صورة على اللي شافه جدك كله خلال طول عمره كامل ما بلحق. فلاحظ كيف التصورات انبنت كلها، صارت الإرادة قوية. ليش؟ لأنه أصلاً أنت عندك رغبة جنسية، فالإرادة زي حف يعني تصوراتها حفزت الرغبة الجنسية، فصار عندك إرادة تسوي زيها. هي اللي بيصير أنت بعد فترة بتصير حسب عملية تلوث، تمام؟ بيصير إنه الرغبة الجنسية عندك سماها دكتور يوسف اضطراب، تضطرب. عشان هيك بتلاقي ناس عنده بصير عندهم شذوذ، خاطر خطر له انه ينام مع واحد بيحبه او معجب فيه، صاحبه صديقه بيحبه حب طبيعي ايام مدرسه، يمكن ما كان معهم بنات حتى في المدرسه، فكان بيحب واحد صديقه كثير قريب منه، صار بينهم تلامس بالغلط ولا شيء، خطر له خاطر. اذا ركبوا كثير الخاطر راح تجيه فكره، اذا اجته الفكره راح يبدا يرسم لها تصورات. اذا راح دخل وحضر افلام عن الشذوذ، تصورات 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 تصورات، حتصير عنده اراده الفعل الجنسي لانه تحفزت التصورات، نفكر انه رغبته الجنسيه هي عباره عن شذوذ،
أو رغبة جنسية عنف، أو رغبة جنسية هاي الأفلام أو هاي الجسم أو مثل الفتش المعين أو العنف، بغض النظر شو ذكرنا، وتتخزن في الذاكرة. نطلع لمرحلة الفعل اللي هي بالأحمر، إذا فعلها وصارت عادة، سواء عادة سرية أو نوم مع يعني مساج أو هابي إندينج أو بروستيوت أو بنت حلق شو اسمه ليل، تمام، أو إيش زي هيك، المشكلة إنه بتزيد عندك الإرادة، بتزيد عندك تصورات، بتزيد عندك تذكر، إنه ثبتها أنت يعني طبقتها عملي حتى لو بالعادة سرية. بس بعديها أنت شو بصير معك في مربعات الزرقة؟ بتلاحظ هون الأمنيات والشهوات ومرض القلب توقع هاي على مستوى الروح إذا أنا بذكرها والعقل الباطن، فهي بتصير أمنية من الأمنيات تضلك تعملها وشهوة من الشهوات اللي أنت مزروع فيك، بصفي عندك فقط مراد القلب، يعني أنت بتصحى نايم تفكر بالجنس وما سميته أنا الهوس الجنسي، مع الذكر أنه ممكن أنت ما تطبق ويظل عندك يصفي عندك أنك أنت مثلا عندك فكرت فكرة شذوذ وما طبقتها لأنك يعني خايف عرفنا غلط، تمام، بظلها موجودة في بالك. خلينا طبعا إيش نعمل عشان هيك أنت بتيجي، عشان هيك خلينا نقدم هاي المقدمة البسيطة بعدين نحكي شو بدنا نعمل. عشان هيك أنت بتفكر إنه ما في حل، لأنه يعني بتحس إنه أنت هاي شهوتك الجنسية. عشان هيك حتى اللي عنده مرات شباب بيعانوا من الشذوذ الجنسي، طبعا أنا بدي إياكم تفهم إنه هذا الموضوع اضطراب ومرات يصير الإنسان غصب عنه. حتى موضوع مثلا كيف عندنا الوطن العربي بيتعاملوا مع مثلا ناس عندهم مشاكل في الشذوذ الجنسي، هم عندهم فقط مشكلة وبيحتاجوا أصلا مساعدة، بيحتاجوا مساعدة، بالذات الأشخاص اللي بدهم مساعدة. في ناس كثير أنا متواصلوا معاي بدهم مساعدة، إحنا واجب علينا نساعدهم. عشان هيك انا بصعوبه لقيت ناس اصلا زي دكتور يوسف سلم ما شاء الله عليه، وعنده عياده بتعالج هذا الشيء، لقيت دكتور في مصر كمان، هم الوحيدين اللي لقيتهم، في دكتور ممكن في السعوديه، فمحتاجين اصلا مساعده. بس خلينا نكمل عشان برضو حتى الاباحيه محتاج الاشخاص مساعده. بس كيف راح تكون مساعده؟ هي اهم شيء تفهم انه انت هذا الموضوع بتغير، ممكن كل ما غمقت فيه يكون اصعب اكيد، بس صدقني مجرد ما يكون عندك اراده، نيجي لمربع الاراده هون، لاحظ انه لما يكون عندك اراده بيصير في اراده بتضارب اراده، إرادة إنك تنفذ التصورات والأفلام الإباحية، إرادة ثانية لأنه أنا بدي أتغير، إرادة ثانية أنا بدي أتغير عشان حالي، عشان الله، عشان بدي أبني بيت، عشان بدي أنجح في حياتي. فكل ما كانت الإرادة قوية كل ما نوصل لأماكن أقوى. راح أشرح هذا الموضوع، بس راح نتكلم كيف نشتغل على هذه الأفكار والتصورات وكيف نتخلص من الهوس الجنسي واضطراب الرغبة. أول شيء إحنا نشتغل على التصورات، أهم نقطة نشتغل عليها لأنه هي مشكلة الزمن هذا، التصورات. نشتغل على التصورات، نلغي التصورات القديمة، مهم جدا إنك تبطل. أول شيء إذا بتتابع أي أفلام إباحية مهم جدا لا تبطل. أنا دائما بحكي للشباب وبحكي لحالي، حتى الإنستغرام السناب إذا عندك مشاكل فيه ما بدك إياه، والله ما بدك إياه. يعني إذا أنت صادق مع نفسك، شوف أهم شيء تكون صادق مع نفسك، اللي حكينا عنه الإرادة، إذا أنت بتريد الدافع لازم يكون قوي، إذا قوي تلغي كل التصورات القديمة، تمام. أنا بحكي الآن يعني ما تحضر أي شيء من الآن، ما تتفرج، إذا الإنستغرام عندك فيه مشكلة، إذا السناب عندك مشكلة فيه، إذا امسحهم كلهم خلص، الغي الحسابات كامل. اذا عندك مشكله بتفوت على الهاي، حتى تليفونك في برامج بتسكر لك الان، طبعا هي مش طول الوقت، هي فتره مثلا 3 شهور 6 شهور بعدين ترجع تستخدمه عادي، بتكون هاي التصورات الان خفت وراحت. والحين نتكلم كيف. النقطه الثانيه احنا نشتغل عليها دائما في التحدي، نعيد برمجه الافكار الداخل على عقلنا، يعني نحاول نقرا هذه الافكار والصور بطريقه ثانيه. يعني عندنا صور الان ذكرناها، واحده من التدريبات اللي بيعملوها مثلا في العلاج النفسي، شلونكم عارف انه ممكن اتخيل هذه الصوره وبلش الان اتقزز منها او اقرف نفسي منها، يعني زي ما احكي ابعد عنها. بمعنى مثلا في صوره معينه، انه والله هاي الصوره بتغريني كذا، بتخيل زي ما شرحنا قبل في التحدي في حلقات قبل او في جلسات قبل، انه بتخيل انه مين هي الممثله هاي الاباحيه اللي انا محضرها، نظافتها الجنسيه، نظافتها الجسميه، طريقه تعاملها، الظروف اللي مرت فيها، الالم اللي بتعاني منه، خطف الاطفال وخطف النساء والمشاكل اللي بتصير. ببلش اقعد ايام، كل ما تخطر لي الفكره عادي أسكر عيني وأتخيل وأبرمج مخي على برمجة الجديدة الحقيقية فعليا. هي زي ما حكينا قبل، أنت بتكون عندك وعي جزئي إنه هذا الإشي من برا جميل وكذا مغري، بس أنت ما دخلت معهم شفتهم كيف بيمثلوا هذا الفيلم، ما شفت الألم اللي بمروا فيه الممثلات والممثلين النفسي والاستغلال المادي. أنا ما بحكي لك عشان يعني أزي ما تحكي أضحك عليك أو أغير لك طريقة تفكيرك، بس صدقني هذا هو الواقع. أدخل وابحث واقرأ، فمن واجبك تفهم الموضوع وتقرأ عنه عشان شو تعمل. بتخطر لك خاطر حلو تبلش تفكر، يعني خطر لك مثلا موضوع العنف، تمام، فلنفرض هذا العنف، فلما يخطر لك انه او شفت زي هيك اشكال الوان، حضرت ورد يتخزن عندك في الذاكره، ووقفت بطلت تحضر زي ما حكينا في النقطه، ولا غيرت الصورات، بس لسه عم بيجيك الذكريات، عم تجيك في الذاكره مخزن شويه صور. لما تخطر لك الصوره غير اراده الفعل بالنسبه، غير اراده، اوكي انا بتخيلها، تمام، انا كنت زي هيك بتخيل شيء بيثيرني، لا هذا ما بيثيرني، بالعكس هذا شيء انا بهين انسان، انا بستعمله بالعنف، هذا الشيء ممكن يجيب لي حتى مشاكل قانونيه، هذا الشيء عند رب العالمين، انا ممكن احس حالي زي كانه انا
نوعا ما عندي باور زي كأني استغفر العظيم إله، أو أنا بدي أسيطر على الشخص اللي قدامي. شوي شوي تبلش أنك تقزز من نفسك، فبتتغير الصورة بالنسبة لك، بتغير صوت الفعل. طبعا هذا بيحتاج تدريب، هذا بيحتاج جلسات. أصلا هاي في الجلسات هذا اللي بيستخدموه في العلاج، أنه يخليك تغير طريقة تفكيرك. وأنا حكيت كمان للشباب في طريقة ثانية برضو، أنه أنت تتخيل أوكي وبعدين وصار معك الفعل وبعدين سويته وبعدين وانتكست وبعدين وشو وين راح توصل، صرت تحس بعدين بالقرف والشعور السلبي. وهذه الفكرة أصلا، أنه هاي الممارسات أو اضطراب الرغبة لو كان ما بيشبعك راح يسوي لك كريفينج أكثر، وراح يجيب لك مشاعر سلبية، قلق واكتئاب. النقطة الثالثة وأهم نقطة، ادخل تصورات جديدة عن طريق الانشغال بهوايات ونشاطات جديدة. الآن أنت بتبلش مثلا تتابع ناس جداد، تحضر أشياء جديدة، سواء على اليوتيوب، سواء عادي في الحياة، سواء تطلع تنشغل تشوف الناس، تقرأ كتب، يعني تنشغل تنهمك بعمل أو هواية أو أي نشاط. ما تحط لي أنا أشغل وقتي بس على الفاضي، لا، إشي بتحبه. بتصير هذه الأفكار الجديدة والصور اللي بتشوفها والملفات واليوتيوب وحتى التلفزيون، الأشياء اللي بتتابعها بالمجال الجديد كلها تبني تصورات جديدة، يعني زي بتعبي الميموري الشورت تيرم ميموري بأشياء جديدة، تمام؟ فهي الآن تبدأ تصوراتك عندك لما تفكر في الموضوع. يعني زي أنا مثلا شغال موضوع تحدي 100 يوم، بنام بصحى فكرة تحدي 100 يوم، مين كذا، شو سوينا، عندنا جلسة، مش عارف، عندنا يوتيوب نزلنا، بتصير تفكر في الموضوع. ما بيكون بالعكس ستريس، لأن أنا بحب هذا الإشي. ممكن شخص يقول لك هذا ممكن يكون ستريس، لا ما بيكون هذا الإشي. هيك في هذه النقطة أول إشي تعاملنا معاه التصورات، فلاحظ المربع العقل. ثاني إشي بتعامل مع الأفكار والخواطر، زي ما حكينا قبل شوي الأفكار من عالجها. ليش أنا مثلا زي هيك بحب هذا العنف؟ أنا مثلا عندي فكرة أنه ما رح أقدر أستمتع بالحياة بدون هذا الهوس الجنسي، أو حتى فكرة مخدرات الناس عنف. بعالج الأفكار، تعال تفرج في غيري هي وعايش، بحاول أفتح قلبي، ما أسكر عقلي إني أستوعب إشي جديد، بحاول أكسر الأفكار القديمة أو أعالجها. بشوف أنا مثلاً، هل أنا مثلاً والله محتاج الجنس عشان، يعني مثلاً فكرة إنه أنا والله الجنس هو أكبر متعة في الحياة وما في متعة غيره. هذه فكرة ممكن تخليك تظلك دائماً مهووس، عشان ما تطلع بنت تقول أوف رح أروح علي إشي خطير. طب لو تيجي تحسبها على الورق تفكر شو رح يروح علي، يعني بنت مرة جسمها حلو أو صار موقف قدامي، أو مثلاً يعني بالعكس تحسبها مثلاً فكرة ثانية بالعكس، إنه رب العالمين ممكن أعوضني خير هلا، بس أنا أتجوز رح أكون أقدر أعطي مرتي إشي أحسن، راح الله يعطيني اولاد حلال راح يبارك فيهم، تمام؟ هذه الافكار بدها جلسات برضو وعلاج، تقعد مع كل فكره في مخك. بس مهم جدا انك تراقب هاي الافكار، عشان احنا هناك دائما في التغذيه المنيحه شو بتعمل فيك. هي ما بتعالج المشكله تماما، هي بتكشفك قدام نفسك، بتخليك واعي بافكارك، لانه انت الان مريح مرتاح، ما عم تاكل كثير، بسموه حتى سيلف ريفليكشن، عم تعمل سيلف ريفليكشن، عم تراقب افكارك. نفس الشيء الخواطر، لو خطر لك خاطر، حتى في ناس بخطر لهم خواطر أشياء قوية، ممكن قتل، ممكن كذا، ملوش دخل حتى في الدنس، هل هو يستسلم لها؟ عشان هيك في ناس بصيروا سيريال كيلرز بالآخر. خواطر تخطر مرات غصب عن الإنسان، ما بيعرف شو دوافعها ومن وين أجت، ما بيعرف كيف من عقل الباطن أجت، تمام؟ مهم جدا أنك أنت تنكرها. عندك خاطر جنسي معين، عندك تخيلات، عندك كذا، من البداية امسك الخاطر. يعني هو أصعب الشغل التصورات، بس إحنا بنشتغل عليه، وممكن بعدين الأفكار لازم تتعالج، بعدين حتى الخواطر تخلص منها. الإشي اللي بيساعدك هون نتعامل مع الإرادات، إنه أنت يكون هل أنت بدك عن جد؟ عشان هيك حتى دائما بحكوا لك عشان تترك أي إدمان مهم تعرف ليش بدك تترك. أنا أول سؤال بسأله للشباب، ليش بدك تترك؟ أوكي فهمنا بدك تترك، عارفين إنه المخدرات غلط وكذا، طب ليش بدك تترك؟ ليش؟ في منهم ما بيعرف. بدك تقوي الإرادة، عشان عندك أنت إرادة التعاطي أو إرادة الهوس الجنسي، إرادة الإباحية، إرادة الشذوذ، إرادة العنف، وتفر شو كانت عندك المشكلة. مهم جدا تشتغل على إرادتك، يعني إرادة أنا مثلا بدي أغير. ليش؟ في ناس بيقول لك انا بدي اتغير عشان الناس، حتى يجي مش صعب يتغير. انا بدي اتغير لاني مثلا انا تعبت، تمام حلو. لا، انا بدي اتغير عشان مثلا شيء اكبر من هيك. انا مثلا بدي اتغير عشان انجح في اليوتيوب، انا فضلنا افتح قناه يوتيوب. انا بدي اتغير عشان انجح في البزنس تبعي، اتغير عشان انجح في دراستي، تمام. تعرف شو المشكله؟ مرات بدك تسال حالك ليش انا بدي انجح في دراستي، لانه مرات ممكن انت اصلا مش حبش دراسه، عم تدرس عشان الناس. عشان هيك انا ذكرت لك مهمه تريد شيء بتحبه انت ترغب فيه نفسك، عشان ما تحسوا زيها غلبة عليك وقرف وتعب. لأنه زي هيك لو أنا بدي أريد أنا أترك الإباحية عشان دراستي، تلاقيه أصلاً بدرس عشان يجيب علامة منيحة، ما بعرف إيش بدرس عشان أبوه يحكي له إنك أنت نجحت تجيب. ما بقول لك ما تدرس، لأك دراسة منيحة، بس هل أنت بتحب اللي بتدرسه؟ يعني في واحد من الشباب يعني بحب اللي بدرسه، عنده شغف ليل نهار بفكر فيه، بروح باخذ دورات، بيختلف عن شخص ما بحب اللي بدرسه، صح ولا لا؟ مهم جدا نفهم هذا الفرق بينهم. إذا أنت اللي بتحب بتصير الإرادة عندك قوية كثير، لأنه يعني أنا بضحي. أما لو أنت حتى ما بتحب اللي بتعمله، عشان هيك واحدة من الإرادة تفهم أنت شو إرادتك. وأعلى إشي، أعلى إشي هي إرادة أنك تكون سعيد، تكون قريب من الله. هذه شوي عميقة وبدها فلسفة كثير، بس هي زي ما كمان ذكرها الدكتور يوسف، زي ما أنا بحكيها دائما، زي ما أعطيت المثال تبعي اللي هو عندك أنت في آخر تنوير الروحاني، اللي هو آخر عندنا مرحلة، المرحلة الثالثة في علاج الهوس الجنسي، تمام، أو في التخلص من الهوس الجنسي.
نحكي عنه التنوير الروحاني ممكن يجي فجأة إذا أنت بنيت علاقة مع الله صادقة. ممكن الآن كل إشي يتصلح، كل التصورات والخيالات والأفكار، مش كل الناس بنجحوا فيها، في ناس كثير بنجحوا فيها، لكن هي أكثر مراد. عشان تقول لي طيب أنت مثلاً كيف أنا أعمل هذا الإشي؟ عشان هيك أنا بقول لك هاي رحلة أنت بدك تخوضها بينك وبين نفسك. عشان هيك الخلوة مهمة، تراقب أفكارك مهمة. الآن جاي رمضان، تصوم مهم، تعمل سيرف ريفليكشن، تشوف أنت إيش دوافعك، تشوف أنت ليش، تسأل نفسك فايف وايز، ليش أنا بدي أدرس؟ ليش أنا مثلاً بدي أنجح؟ ليش أنا بدي يكون معي فلوس؟ طيب تقول مثلاً بدي يكون معي فلوس عشان أنا مثلاً بدي أبني البزنس. طيب تبعي، ليش بدي أبني البزنس تبعي؟ عشان مثلاً الناس يشوفوني بدي أعمل بزنس حيكون الإرادة تبعها ضعيفة. عشان مثلاً بدي أساعد الناس راح تكون إشي منيح. طب ليش أنا بدي أساعد الناس؟ عشان تكون علاقتي مع الله منيحة، أهلي مثلاً يرضوا عني. لاحظ الآن كيف تفرق الإرادات. فالمهم جداً تتعمق في إراداتك، بدك تقدر توصل لرحلة في علاقة مع الله عن جد، توبة نصوح وجد الجد له بوقت صح، وبالذات الآن رمضان أوقات صح. هتقول لي طب سعد إحنا منصلي وإحنا منصوم، بدي أحكيك الموضوع هو مش كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام قد ما هو رحلة إحنا منخوضها. طبعا أنا بحكي لك إنه أنا مش الشخص الخطير في هذا الموضوع، ما بحكي أنا دائما بشكل ديني وبحب ما أحكي بهذا، أنا بحكي عن علاقتك مع الله في الروحانيات اللي هي لسه أعمق من الدين. كيف نظرتك يا رب العالمين؟ كيف علاقتك معه؟ هل أنت فعليا تعبان وتضايق لدرجة إنك أنت في الليل تحكي معه تدعي، زي ما تتواصل مثلا على الواتساب مع حدا تشكيله، تروح لجروبات زي جروبات التعافي اللي عندنا وغيره؟ هل انت فعليا تدعي؟ هل انت فعليا تصحب ليه ممكن تبكي من الموضوع؟ هل انت فعليا تفتح كتاب تقرا لواحد مثلا معجبك عنده قصه من الناس اللي بهذا المجال اللي انت عندك مشكله فيه؟ فلاحظ تكون ما تكون صادق. واهم شيء على فكره ما بدك شيء ثاني غير تكون صادق مع نفسك، صادق في اراده انك تقرب من الله. بس كيف تكون صادق؟ انك تاخذ الموضوع عملي. يعني مثلا ما راح تكون صادق وانت بعارف الانستغرام وسبب انتكاستك وانت منزل الانستغرام تتفرج عليه. ما راح تكون صادق اذا انت مثلا بتعمل شغله عارف انه هي ممكن توديك تنتكس وانت لسه بتعملها. ما راح تكون صادق زي هيك انه اذا انت مثلا بتحكي انا مش قادر اصحى بالليل عشان اصلي ركعتين. يعني ما راح تكون صادق اذا ما بتحط افورت، ما بتعمل شيء عملي. فمهم جدا نفهم الموضوع. حاولت الخص الموضوع عشان نعرف انه التصورات اهم شيء نشتغل عليه، تمام، الافكار بعدين والخواطر، الارادات هذه مهم نعززها ونقوي الدوافع تبعتها، واخر شيء اذا قدرنا نلاقي علاقه مع الله صادقه صدقنا معه ممكن لحظه واحده كل شيء يتغير. ولكن انت شو بدك تعمل؟ بدك تشتغل عليهم كلهم صراحه. شو اعمل؟ الخطه بتكون دائما تشتغل عليهم كلهم. اول شيء نبدا بالتصورات لانه احنا اشخاص عمليين، بعدين نبدا بالافكار، بعدين الخواطر، وعندك كمان موضوع الارادات ونقويها، واخر شيء برضو هذه الرحله بتخوضها انت بينك من نفسك عشان تفهم نفسك عشان بالاخر تلاقي طريقك مع الله. انا حبيت انهي صراحه بهذا الكلام. وهذه المصادر كمان عند الدكتور يوسف مسلم، استفدت منه المنع النفسية، مدرسة مفاهيم النفس الإسلامية، والاستفادة كمان من ابن القيم الجوزية الله يرحمه طبعا يعفو عنا جميعا. شكرا لمتابعتكم شباب، طبعا بنشوفكم على خير بفيديو جديد. اللي حاب يشترك معنا في تحدي 100 يوم، عندنا الآن تحدي 100 يوم دفعة جديدة للتعافي، وفي عندنا في رمضان إن شاء الله راح يكون في تحدي مجاني للناس اللي ما عندهم قدرة مادية، فلا تنسوا تسجلوا معنا. راح أترك لكم الروابط تحدي 100 يوم المدفوع والمجاني تحت هذا الفيديو. نشوفكم على خير. سلام.